الموسم الأصعب من وجهة نظر حضرتك دلوقتي بتقول؟ يعني النادي الأهلي مشارك طبعا مع الرباعي الأفريقي اللي هو الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر في بطولات أفريقيا، لكن الأهلي بيزيد عنهم بطولتين طوال، دور السوبر الافريقي او الدور الافريقي لكره القدم اللي يبتدي من 20 اكتوبر لحد 11 نوفمبر، اللي هي البطوله اللي خلالها مش هيلعب اي مباراه محليه، ودي البطوله الاولى اللي بيستحدثها الكاف، دي رقم واحد. كمان عنده كاس العالم للانديه في شهر ديسمبر، بالاضافه لبقيه البطولات اللي هو الدوري السنه دي والكاس السنه دي والكاس السنه اللي فاتت مع بطولات افريقيا. يعني كعدد بطولات حضرتك بتشوف ان ده السبب ان هو هيكون موسم اصعب على النادي الاهلي، بس احنا اعتدنا عدد البطولات ده يعني. لا لا لا، السنه دي اكتر، يعني السنه دي اكتر، زائد يعني قولي للاهلي كل سنه مثلا بيشارك في كاس العالم للانديه زائد البطولات دي كلها، السنه دي حط عليها بطوله دوري السوبر الافريقي او اللي هو دوري كره القدم الافريقيه اللي هي في خلال 20 يوم او 21 يوم. بس انت جاهزيتك افضل، يعني حتى لو انت بتتكلم دلوقتي ان عدد البطولات زاد بطوله، بس انت جاهزيتك افضل، سكواد اروع يعني من الاول لازم بكتير. ما هو لازم، ودفعه كمان قويه جدا. ما هو لازم يعني حسن انفعل بصراحه، او من حسن حظ النادي الاهلي الموجود مارسيل كولر، لان صحيح. مع احترامي طبعا موسيماني لو كان موجود هو بيعتمد على عدد معين من اللعيبه كانت اللعبه دي فقدناها وكان فقدنا البطولات، لكن هو بيعمل التدوير، عشان كده بتلاقيه مثلا في اخر الماتش يغير خمسه يطلع خمسه ليه بقى؟ لان هو محتاج كل اللعيبه دي، لان انت مشارك في كل البطولات دي، فمش ممكن، مش ما فيش كولر طبق كلمه فعلا او مقوله فعلا الاهلي بمن حضر. صحيح. يعني لان فعلا ما لا تشعر بغياب اي لاعب سواء اصابه او اي ظرف اخر، لا السكواد كامل. يعني الماتش اللي فات احنا عندنا خمس لعيبه اساسيه مش موجوده، هل صحيح. احنا شعرنا بده؟ لا لم نشعر، وما اثرش على الاداء، فدي نقطه قويه. ده اللي خلى النادي الاهلي حصد البطولات السنه اللي فاتت، يعني السنه اللي فاتت لما نرجع الاهلي وكان الناس بتعذر النادي الاهلي لما مثلا بيخسر بطوله او اثنين او يوصل للنهائي او يخسر، ليه؟ لانه طبعا اللعيبه بقى مش مكان دول بشر، لكن هو عمل الحته دي تماما ان هو كل اللعيبه بتشارك. يمكن السنه اللي فاتت السكواد كامل بتاع النادي الاهلي بالاكمل شارك، حتى الحارس الثالث اللي هو كان مصطفى شوبير بعد علي لطفي او محمد الشناوي، الوحيد اللي ما شاركش عشان نكون منصفين ايمن اشرف، وده خرج من حساباته الفنيه والموضوع انتهى، لكن هو شارك كل اللعيبه. حتى لما تشوف في نهائي افريقيا السنه اللي فاتت انت بتعتمد على بيرسيتا وكهربا وحسين الشحات، طلع دول وكانت النتيجه، يعني طلع حسين الشحات والنتيجه لسه الاهلي مغلوب، وشارك لسه لعيبه محمد شريف اللي ما كانش مشارك قوي يعني، وطلع بيرسيتا بعد شويه، وطلع كهربا كمان، طلع الثلاثه اللي هم مثلث الرعب بتاعك وانت في وقت حرج جدا محتاج دول، ومع ذلك قدر يتعادل وربنا وفقه. هو يعني حاليا السكواد الموجود او السكوادين انجاز التعبير الموجودين في النادي الاهلي مليانين مثلثات رعب وثنائيات رعب، لدرجه ان ممكن يبقى مساله كده. الاختيار مش بالسهوله اللي كل الناس ممكن تبقى متخيله. ده هو احيانا بيبقى الغيابات كويسه، يعني مثلا الماتش الاخير مثلا موديست مثلا مش مقيد في البطوله، او رضا سليم غايب في البطوله الافريقيه يعني، فبالتالي يقدر يشارك بقى اللعيبه الثانيه، احيانا بتبقى كويسه عشان بتفرض نفسها على المدرب، بس حتى لو ما كانتش موجوده هو كولر عنده الحته دي، بيقدر يلعب الفريق كامل مكمل. يعني انت بتلاحظ ان هو يجي في اخر الماتش، يعني في ماتش المصري فكان ده ما اعرفش 80 او بعد كده راح شايل خمسه ودخل خمسه، يعني اللي هو ايه؟ لانه محتاج كل الفرقه، محتاج كل الفرقه عشان طول الوقت انت عندك بطولات، انت النهارده بتشارك في افريقيا، وبعدين في ماتشات افريقيا، وبعدين الكاس مصر، وبعدين هيطلع على المنتخب، المنتخب دي مشكله كبيره جدا، وازمه اللي هي السفر هيكون علي معلول مع منتخب تونس في في في, في اليابان، وديانج مع هيلعب مع منتخب مالي في السعوديه، وبيرساو في جنوب افريقيا، وكل دول بعد ثلاث ايام مطالب يكونوا في تنزانيا عشان يلعبوا مباراه سيمبا اللي هي المباراه الاولى في اول ماتش في دار السوبر. كل ده مع المنتخب نفسه هيكون في الامارات بيلعب ماتش الجزائر، كل الكلام ده كله بيعمل ضغوطات، فعشان كده المدرب بيحاول على قد ما يقدر يريح لعيبه.